ودعت وزارة التجارة والصناعة اليوم عصر الرخص التجارية التقليدية وأطلقت الرخصة التجارية الإلكترونية بعد اجتياز الفترة التجريبية منذ مطلع يناير الحالي، وستقلص الخدمة الجديدة الوقت المستغرق لاعتماد طلبات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تقليل زيارة المراجعين لمراكز الوزارة. في إطار التزامها بخطط تحسين بيئة الأعمال سعيا للمساهمة في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري متميز في المنطقة، أطلقت وزارة التجارة والصناعة الرخصة التجارية الإلكترونية للشركات والمحلات والأنشطة التجارية. في السابق كان العميل إذا كان حاب يصدر ترخيصه بعد ما يقدم على الترخيص أونلاين يراجع مركز الكويت الأعمال لتقديم الطلب وطباعة هذا الترخيص والتوقيع عليه من خلال المسؤولين. اليوم هذا الترخيص تقدر تصدره من أي مكان، من بيتك، من مكتبك. ومن أهداف هذا الترخيص الإلكتروني هو تحسين بيئة الأعمال، اختصار كثير من الوقت، ألغى كثير من الخطوات اللي عاملين عليها في السابق، حماية للمستهلك وللوزارة بشكل أكبر. أصبح هذا الترخيص محمي من التزوير، في باركود يحمي. الترخيص التجاري الإلكتروني يحقق جملة من المزايا ولا يتطلب أي مستندات إضافية باستثناء إدخال عقد الإيجار ووصل الإيجار اللذين يندرجان ضمن متطلبات بلدية الكويت، كما أنه لن يتم فرض أي رسوم إضافية على اللائحة المطبقة حاليا دعما لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. في السابق كان إصدار الترخيص يأخذ وقت أطول، واليوم أصبح العميل هو اللي صدر الترخيص، وهالشيء اختصر عنا كثير من الوقت والإجراءات أصبحت أسهل. الرخصة الجديدة مؤمنة بباركود يعرض لمفتشي وزارة التجارة بيانات الشركة في الرخصة بشكل متصل مع قواعد بيانات الوزارة للتحقق من دقة البيانات وصحتها. إصدار الترخيص إلكترونيا يمثل خطوة جديدة في اتجاه توفير المزيد من الخدمات الذكية تحسينا لبيئة الأعمال. سناء الوسلاتي، تلفزيون دولة الكويت.